وفي المقابل أيضا الصوت الجزائري الذي يرفض التطبيع عاد اليوم عمار بن جامع عبر منبر الأمم المتحدة في جلسة خاصة بغزة وتحدث عن التجويع ضد سكان غزة وقال الفاعل معروف، زيادة على حديثي عن الاستيطان. ما رأيك في الكلمة الجديدة ودعوة الجزائر إلى المساءلة في ظل يعني ما بعد المشروع الأمريكي الذي لم يظهر له أثر ولم نعرف من يوافق عليه ومن يعارضه، فبقي هذا الصوت الجزائري مرتفعا، ما رأيك؟ أكيد أولا فيه نقطة شكلية، اليوم مجلس الأمن كان المناقشات وجدول الأعمال متعلق بالاستيطان، لكن المفاوض الجزائري عن طريق ممثل الجزائر استطاع أن يمرر اليوم نقاط أساسية ومهمة. أول نقطة وهي المتعلقة وأنت أشرت إليها إلى التجويع، وممثل الجزائر تكلم على نقطة مهمة أننا اليوم نشهد نكبة ثانية، هذا أساس قانوني اعتمد عليه المفاوض الجزائري. النقطة الثانية، المفاوض الجزائري يطالب بالمساءلة، يعني أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن فشل، وهذه رسالة واضحة لضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية خاصة مع الطلب المدعي العام. كذلك المفاوض الجزائري أشار إلى نقطة إبادة جماعية. أستاذ قادر، لحد الآن الأمم المتحدة لم تستعمل مصطلح الإبادة الجماعية، استعملت خرق القانون الدولي الإنساني، استعملت خرق حقوق إنسان، لكن مصطلح الإبادة الجماعية سواء الأمين العام الأمم المتحدة أو هيكل الأمم ما زالت مترددة. لكن اليوم الممثل الجزائري أعطى الأدلة واستند إلى تقرير على المكلف بالأراضي الفلسطينية، وسرد كذلك إلى تصريحات الكيان الصهيوني عندما وصف الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية. يعني ممثل الجزائر يعطي العناصر المادية بأن هنالك نية في الإبادة الجماعية، ويعطي اللوم كبير لمجلس الأمن وللأمم المتحدة، لأنه لحد الآن جميع تقارير تاع الأمم المتحدة لم تستعمل مصطلح الإبادة الجماعية. وبالتالي نستطيع أن نقول أن المفاوض الجزائري اليوم في مجلس الأمن على الرغم من أنها كانت جلسة متعلقة بالاستيطان، لكن استطاع أن يمرر الجرائم الأخرى كالجوع والإبادة الجماعية ويذكر بمسؤولية مجلس الأمن. نعم.